فريك بالخلطه النهارده هنعمله ازاي ومقاديرنا بتقول ايه؟ معايا كيلو فريك، طبعا ممكن تقسمي الكميه، عايزه نص عايزه ربع على حسب الكميه اللي انت عايزاها. معايا كيلو كبده اسكندراني، بصلتين مفرومين، معلقه كبيره ثوم مفروم، طماطميتين مبشورين، فلفل احمر حامي، وممكن ان انت تقللي الكميه بتاعته يا دوب بس سنه كده تدي تطعيمه، وممكن تستغني عنه خالص. معايا مكعبين من المرقه، ميه مغليه طبعا، والميه المغليه مش حاطه لها مقدار علشان على حسب ما الفريك يسحب مننا. معايا معلقتين كبار من السمنه وملح وفلفل اسود. مش مزوده بهارات، انا كل اللي مستخدماه ملح وفلفل اسود ومكعبات المرقه علشان اخد التست بتاعها. اكتر من كده مش عايزه، رمضان مش عايز الحاجه اللي توابلها كتير، مش عايز الحاجه اللي تبقى حاميه زياده عن اللزوم. طيب انا بسخن عندي ووك اهو وطاسه علشان ابدا ان انا اشتغل بيهم، وهشتغل في الاثنين في وقت واحد، يعني هشتغل في الكبده واشتغل في الفريك في وقت واحد. طيب عندي هنا هبدا ان انا انزل السمنه الناحيه دي والناحيه دي، عايزه تعملي بزبده وزيت زي ما انت عايزه ما فيهاش اي مشكله بالشكل ده كده. بسم الله. وهبدا ان انا عندي الفريك، هبدا بالفريك الاول، وعلى السمنه مسيح بتاعه الكبده هبدا انزل بعد كده بالكبده. طيب عندي الفريك الاول، محتاجه للفريك ايه؟ طماطم مبشوره، فلفل احمر حامي، ومكعبات المرقه، وشويه من البصل، والبصل الباقي والثوم هروح حطاه للكبد. حطيت معلقه السمنه ورحت حاطه معاها شويه بصل وشويه ثوم، ورحت حاطه شويه فلفل حامي بالشكل ده. عايزه ما تستخدميش الفلفل ما فيهاش اي مشكله، وهو بيتشوح كده مش عايزاه ان هو ياخد مش عايزاه يتحمر، انا يا دوب بس عايزاه ان هو يدبل معايا. هروح نازله بالفريك بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اقلبه واشوحه كويس لحد ما يشرب من بعض، وبعد كده هبدا انزل له الطماطم المبشوره. طيب حد هيسال كده مع نفسه، طب احنا ليه ما نزلناش الطماطم في الاول مع البصل؟ الطماطم لو نزلتها مع البصل والثوم وهما بيتشوحوا هينزل لي سوائل، وانا مش عايزه السوائل دي دلوقتي، انا عايزه الفريك يتشوح تشويحه حلوه قبل ما انزل له السوائل اللي انا محتاجاها. وهو بيتشوح كده هنزل بمكعبين المرقه وافضل اشوحه شويه، وبعد كده انزل بالطماطم. خلوا بالكم ان انا مش هسويه تسويه رز. يعني ايه مش هسويه تسويه رز؟ يعني انا هديله شويه ميه سخنين شويه ميه سخنين لحد ما يستوي عشان يبقى مفلفل كده معايا، مش ان انا احط له مقدار الميه كله وارجع بعد كده اسيبه يستوي براحته زي ما بسوي الرز الابيض مثلا وارجع بعد كده الاقيه معجن وماسك في بعضه. لا، انا عايزه ان هو يفضل مفلفل معايا ويبقى في منتهى الجمال. بصوا كده شوحت شويه في السمنه كده، مفيش سوائل خالص اهي. ابدا اروح نازله بالطماطم، واشوح شويه، وارجع بقى بعد كده اروح ايه حاطه فلفل اسود، واحط معلقه من الملح، طبعا مقدار المكعبين المرقه اللي انا حطيتهم، مش ده التمليح بتاعه او مش ده الحياء بتاعه، انا بس حطاهم علشان يدوا تيست، مش عايزه تحطي مكعبات مرقه زي ما انت عايز، بس بصراحه هي بتظبط الطعم يعني. اشوح كده كويس واسيبه شويه على النار، وابدا بعد كده اديله شويه ميه سخنين شويه ميه سخنين لحد ما يبدا ان هو يستوي معايا من غير ما اغطي ومن غير ما ازود المقدار بتاع الميه. بصوا كده حطيت الطماطم وهسيبه يتشوح شويه، وبعد كده اروح مدياله الميه السخنه اللي احنا قلنا عليها. الناحيه الثانيه السمنه بتاعت الكبده بدات ان هي تسيح، هعمل ايه؟ هدي صدمه للكبده الاول. الكبده الاسكندراني بتتعمل بتوم بس، توم بس وملح وكمون، لكن الكبده بالخلطه بنحط لها توم وبصل وفلفل، وممكن كمان نديها توابل غير الكمون. بسم الله. انا عملت ايه؟ شوحت الفريك مع البصل مع الثوم مع الفلفل وحطيت الطماطم في الاخر. هعمل كده شويه ميه حوالي نص كوبايه علشان يبدا ان هو يستوي فيها، ولو احتاج ميه تاني هحط له. طيب الناحيه الثانيه حطيت معلقه السمنه، نزلت بالكبده بدات ان هي تتشوح يتغير اللون بتاعها، وهروح نازله عليها بالبصل والثوم، مش عايزه تحط لها فلفل حامي ما فيهاش مشصه. شكل الكبده كل اللي حطيته لها ملح وفلفل اسود من غير كمون. الكبده اللي هي بالخلطه
او اللي احنا هنحطها على رز بالخلطه نحطها على فريك بالخلطه، ما بنحطلهاش كمون، ملح وفلفل اسود، لان حاطه لها كمان بصل مع فص ثوم كده حلو علشان تديني تطعيمه وشكل حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. طيب الناحيه الثانيه بصوا كده الفريك الله اكبر عليه بدا ان هو يدخل في السوى، وما زودتلوش ميه ولا حاجه، لا انا يعني ربع كوبايه ميه بربع كوبايه ميه كده يشربها وارجع ان انا ابدا ان انا الونه الفريك ما شاء الله عليه. خد وقت ما خدش وقت؟ ليه يا نونا ما خدش وقت؟ علشان منقوع نص ساعه والنقعه بتاعته دي بتخليه ان هو يدخل في تسويته اسرع. ما سويناهوش زي الرز، لا ادينا له شقشق ميه في شقشق ميه. يعني ايه شقشق يا نونا؟ يعني حبه ميه في حبه ميه وتكون مغليه علشان ان هو يستوي معايا بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده طالع الحبايه بحبايتها مفلفل وفي منتهى الجمال. والكبده بتاعتنا طبعا ما خدتش وقت، سويناها وقفلنا عليها بعد ما اتبلت كويس جدا بملح والفلفل الاسود والبصل والثوم والفلفل الحامي. مش عايزه تحط فلفل حامي ما فيهاش مشكله. الناحيه دي عامله ايه؟ بحمر لسان عصفور زي ما انتم شايفين كده، ودي شوربه اي سفره او اي اكله او اي عزومه. بصوا انا عايزه لسان العصفور لما تحمروه يبقى باللون ده. شايفين اللون عامل ازاي؟ ده اللون اللي انا عايزاه. ما يبقاش افتح من كده. طب ليه ما يبقاش افتح من كده؟ عشان لو افتح من كده هينشي معاكي. يعني ايه ينشي معايا؟ يعني هيطلع نشا، يعني هتلاقيه لو سبتيه شويه على ما تيجي تقدميه او تغرفيه هتلاقيه بقى ان هو عامل زي الكتله والحبايه هتلاقيها كبيره، لكن لما بيبقى باللون ده الحبايه بتفضل صغيره زي ما هي، مجرد ما بنطشها بالمرقه او بنطشها بالميه السخنه بتبدا ان هي تاخد الحجم الحلو اللي احنا عايزينه وتكمل تسويتها عادي جدا. طبعا انا بعمل الفريك زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول اغرف على نفس الشكل بتاع الطبق بالشكل ده، ونبدا نحط عليه الكبده وفي منتهى الجمال. الناحيه دي لسان العصفور بيكمل تحميره، حطيت له مكعبين المرقه. عندك شوربه يبقى هتسقي بالشوربه ما فيهاش اي مشكله. حبه الفلفل الاسود هيتحطوا، بس في تكايه صغيره جدا انا بعملها في اللسان عصفور علشان يبقى زي بتاع المحلات او المطاعم اللي بناكلها من بره. ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيحطوا معاها فرمه جزر. يعني ايه فرمه جزر؟ يعني جزرايه صغيره كده بيفرموها ناعم قوي او بيبشروها ناعم قوي، وبتتحط مع اللسان عصفور بعد ما بيستوي مش قبلها، بعد ما بيستوي مش قبلها، علشان يطلع معاكوا زي الفل وزي ما بتاكلوه من بره واطعم كمان. طيب كده الفريك بالخلطه تمام وزي الفل، اللسان عصفور معايا تمام وزي الفل جدا، حبه فلفل اسود، ميه مغليه بسم الله. وخلوا بالكم لو اللسان عصفور متحمر كويس قوي كده وما تيجوا تحطوا الميه اوعوا تحطوه وهو وشكم قريب من الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده ونسيبه يستوي براحته، وبعد ما يستوي اروح حاطه الجزر. طب ليه انا مش هنحط الجزر في الاول؟ علشان انا مش عايزاه يتهري وابقى باجي اكله الاقيه مش باين اصلا في الحله بتاعت اللسان، او بيبقى مش باين في طبق التقديم. لا انا هحطه في الاخر عشان يبقى لسه مصحصح كده واللون بتاعه في منتهى الجمال، وفي نفس الوقت بيدينا تيست حلو قوي. اسهل من لسان عصفور مفيش. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا فريك بالخلطه وعملنا رقاق باللحمه المفرومه على طريقه اجدادنا، بس التكايه بتاعت السمنه دي هتديك السمنه والطماطم والصلصه هتديكوا تيست اعلى ولون احلى كمان. نعمل ده كده واللسان عصفور على النار